بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان، يوم مليء بمباريات كرة اليد، نحييكم ونتشرف أن ننقل لكم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الأبطال الودية الدولية اللي بتقام في مدينة دوبوج في البوسنة الفترة من 14 ل 18 أغسطس. مباراة اليوم تحديد المركزين الثالث والرابع ما بين العملاق الفرنسي مونبلييه في مواجهة العملاق الصربي فويفودينا. بيمثل فريق مونبلييه الفرنسي النهاردة مارتن نيلز، سيباستيان كريسو، دييغو سيموني الهداف الأرجنتيني الخطير، فيلمونت كيليا، أليكسيس بيرثييه، لوكاس بيلاس متخصص ضربات الجزاء، تشارلز بولينجر حارس المرمى الثاني، المصري المحترف الموهبة أحمد هشام دودو، جيمي فرنانديز، ريمي ديسبونييه، آرثر لين لاعب الدايرة، ريمي ديسبونييه حارس المرمى الأساسي، سكوبيستاس السلوفيني السنتر هاف، كونان كاريه المدافع الأسمر القوي رقم 22، أدريان دوبيه، بريان مونتي، فالنتين بورتي الباك رايت، فيرون ناسينوفيتش، والمدير الفني باتريس كانييه. تأهل مونبلييه لمباراة المركز الثالث والرابع بعد ما احتل وصافة المجموعة الأولى بعد النادي الأهلي بفارق الأهداف. كسب مونبلييه أدى ثلاث مباريات، في اليوم الأول تغلب على سلوجا البوسني 44-20، في اليوم الثاني تعادل مع الأهلي المصري في مباراة شيقة كما شاهدنا مع حضراتكم 25-25، في اليوم الثالث تغلب على يورو فارم المقدوني 29-26. فريق فويفودينا الصربي هو أكثر الفرق الصربية حصولا على بطولة الدوري، وصل للمباراة مباراة الثالث والرابع اللي أمام حضراتكم بعد أن تغلب على سيلجي البوسني 27-24، وفي اليوم الثاني تلقى هزيمة من العملاق الكتالوني برشلونة 39-29، في اليوم الثالث بالأمس تغلب على كرواتيا زغرب 25-22. تأسس نادي فويفودينا في مارس 1914، ملعبه الرئيسي هو ملعب نوفا ساد، أكثر الفرق الحصول على الدوري الصربي. نخش حضراتكم على المباراة، واحد واحد لا شيء لصالح فويفودينا، تعادل مونبلييه، اللاعب رقم 28 فالنتين بورتي الباك رايت الأشول، هجمة مع فويفودينا على الدايرة ورمية سبع أمتار على أحمد هشام دودو للاعب رقم 25 لاعب الدايرة. على التنفيذ اللاعب رقم 3 من فويفودينا وهدف 2-1 2-1. هجمة مع مونبلييه، دودو للخطير سكوبيستاس السلوفيني سنتر هاف لدودو لفالنتين بورتي لسكوبي لدودو تاني، ودفاع قوي دفاع قوي من
فويفودينا، احمد هشام على الدايره، على الدايره، على الدايره، الفيرون، فيرون ناسينوفيتش مهاجم قوي، لاعب دايره قوي، 2-1 لفويفودينا، والهجمه مع مونبلييه، سكوبي محاوله اختراق ودفاع قوي من لاعب رقم 10 ناسينوفيتش، سكوبي لدودو، لسكوبي اللي بيخترق، والوينج رايت ويدوس على خط الستة، يدوس على خط الستة، رمية حرة لصالح فويفودينا، الوينج رايت رقم 7 أليكسيس بيرثييه، اختراق ورمية حرة للاعب رقم 6 لاعب فويفودينا الصربي. ادي الجماهير البوسنيه اللي بتتابع المباراه في انتظار مباراه النهائي ما بين العملاق الاسباني برشلونه والعملاق المصري الافريقي النادي الاهلي. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي اليوم، مباراه تاريخيه، هجمه مع فويفودينا وإشارة لعب سلبي، اختراق وتسديد ورمية حرة، رمية حرة لصالح اللاعب رقم 13 عزيز، عزيز وتسديد وتتعكس الكرة، لعب سلبي على فويفودينا، اختراق، اختراق من فالنتين بورتي، ورمية حرة لصالح أحمد هشام دودو، على التنفيذ فيرون ناسينوفيتش، للخطير سكوبي، العقل المدبر سكوبي، لاعب قصير خطير، الوينج رايت فالنتين بورتي، ويقطع الوينج ليفت على الدايرة، ولكن مخالفة، مخالفة، لوكاس بيلاس الوينج ليفت متخصص ضربات الجزاء السريع، سكوبي بورتي لدودو لسكوبي، تسقيط على الدايرة، يسقط على الدايرة لفيرون ناسينوفيتش، لكن دفاع قوي، دفاع قوي من لاعبي فويفودينا الصربي، هيشارك فريق فويفودينا الصربي في مباريات الدوري الصربي بعد العودة من دورة الأبطال، 2-2 ورمية 9 أمتار لصالح فويفودينا الصربي. ادي بخوسكي، اختراق، وينج ليفت، رمية حرة، هجمة مع فويفودينا، اللاعب رقم 87 ل13 عزيز اللي بيسقط على الدايرة، محاولة اختراق ورمية حرة على فيرون ناسينوفيتش، قوي قوي فيرون ناسينوفيتش، لاعب قوي، واللي جنبه اللاعب رقم 22 كونان كارييه، كونان كارييه المدافع الأسمر القوي. آدي لوكاس بيلاس ويحرز الهدف رقم 3-2 لوكاس بيلاس، الوينج ليفت الفرنسي السريع، هجمة مع فويفودينا، 3-2 لصالح مونبلييه، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومحاولة اختراق، محاولة وتسديدة قوية وهدف، هدف ثلاثة ثلاثة، والهجمة مع مونبلييه الفرنسي، يخرج كونان وينزل سكوبي، بيخرج كونان
في الهجوم كونان كاريه المدافع الأسمر بيخرج في الهجوم وبينزل سكوبيستيس، تبديل متكرر على مدار المباراة، ينزل سكوبي في الهجوم ويخرج في الدفاع وينزل كونان كاريه. 4-3 لصالح مونبلييه الفرنسي. الهجمة مع فويفودينا، ودي دودو واسيست رائع من دودو لفيرون ناسينوفيتش، وفاول عكسي على فويفودينا الصربي، وهجمة حارس المرمى الأساسي ريمي ديسبوني، حارس مرمى عملاق سكوبي السلوفيني سكوبيستيس، فيرون سكوبي الدودو ل فالنتين بورتي على الدايره، فيرون ناسينوفيتش، فيرون مهاجم قوي، دودو سكوبي محاوله اختراق من دودو، تسديده من على التسعه، تسديده لدودو صاروخيه من على خط التسعه، هدف يرد عليه فويفودينا بهدف، هجمه سريعه وسنتره سريعه، وهدف لأليكسيس بيرثييه مونبلييه الفرنسي. سريع المباراة آخر دقيقة، 3 أهداف في أقل من دقيقة من الفرقتين، 6-4 مونبلييه أخذت المباراة منحى سريع في آخر دقيقة، أحرز الفرقتين 3 أهداف في أقل من دقيقة. وادي كونان كاريه المدافع اللي بيخرج لغاية السنتر هاف، رمية حرة لصالح فويفودينا، 6-4 الهجمة مع فويفودينا ورمية حرة، بيسيتش رقم 25 لاعب الدايرة لفريق فويفودينا ل 13، ومحاولة اختراق وتسديد وهدف، هدف لفويفودينا، فريق كويس فريق فويفودينا يستحق الصعود كتاني المجموعة بعد برشلونة الأسباني. هجمة مع مونبلييه، دودو سكوبي فالنتين لسكوبي مرة تانية لدودو، ويقف الملعب، تدخل خطير من اللاعب رقم 10 مع دودو، مع اللاعب عفوا اللاعب رقم 90 اللي بيتم استبعاده لمدة دقيقتين، مروان شريف لاعب فويفودينا الصربي اللي تم استبعاده لمدة دقيقتين، هيلعب فويفودينا ناقص لاعب لمدة دقيقتين، 5 لاعبين، سكوبي ل رقم 7 أليكسيس بيرثييه الوينج رايت اللي بيحرز هدف سهل، استغل مونبلييه النقص العددي في فريق فويفودينا بأسيست من الخطير سكوبي، وادي دفاع متقدم من مونبلييه على فريق فويفودينا الخطير، فريق ليس بالهين فريق فويفودينا، وتتقطع وأليكسيس بيرثييه 8-5
8-5 أليكسيس بيرثييه الوينج رايت الأشول يقطع الكورة ستيل ومرمى فويفودي نخالي بسبب النقص العددي. سلاح ذو حدين، أدي كونان الخطير ودفاع 5-1 بيطلع دودو دفاع متقدم ورمية حرة على دودو بيشاور دودو للحكم عشان إشارة اللعب السلبي. وادي دفاع قوي من مونبلييه اختراق اختراق وعلى الدايره تتقطع كونان والمرمى خالي. الهدف الثاني استغل مونبلييه احرز 3 اهداف، احرز مونبلييه 3 اهداف وفويفودينا بيلعب ناقص لاعب حتى في الهجوم. المرمى خالي احرز 2. تايم اوت، تايم اوت يطلبه المدير الفني لفويفودينا الصربي لتدارك فرق السكور اخر 2 اللي استغله فريق مونبلييه واحرز 3 اهداف عشان ترتفع النتيجة 9-5. بنذكر حضراتكم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الأبطال الدولية اللي بتقام في مدينة دوبوج البوسنية. وادي استبعاد 2، استبعاد استبعاد لكونان كارييه. كونان كارل كونان كارييه المدافع القوي زي ما قلنا لحضراتكم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الأبطال الدولية اللي بتقام في البوسنة الفترة من 14 ل 18 أغسطس. هجمة وأسيست رائع، أسيست رائع للاعب رقم 18 ستيلان، اللاعب رقم 18 ستيلان الوينج ليفت اللي بيحرز الهدف رقم 6 لفويفودينا. هجمة مع مونبلييه الفرنسي ادي جماهير البوسنية اللي بتتفرج على المباراة في انتظار المباراة النهائية. واختراق اختراق لفالنتين بورتي الخطير وفاول عكسي، فاول عكسي على بورتي. ماكرايت 9-6 لصالح مونبلييه الفرنسي. هجمة مع فويفودينا وعلى الدايرة لبيسيتش لاعب الدايرة القوي زيفان بيسيتش. هجمة مع مونبلييه أليكسيس بيرثييه رقم 7، دييغو سيموني الهداف الأرجنتيني الخطير. أدي أمام حضراتكم مسؤولين عن دورة الأبطال، دورة الأبطال الدولية نتمنى حصول النادي الأهلي على كأس البطولة اللي بيحمل لقبها. دييغو سيموني لفالنتين بورتي، سكوبي في الليفت، سيموني ينزل المهاجم آرثر لين لاعب الدايرة ودبل دريبل، دبل دريبل على مونبلييه تتنقل الكرة. هجمة مع فويفودينا الصربي 9-7 يقرب الفارق بعد ما كان 4 أهداف.
وتصدي رائع من العملاق ريميه ديسبونيه حارس المرمى الفرنسي، حارس منتخب فرنسا والحارس الأساسي اللي بيلعبه فترات كبيرة باتريس كانييه، حارس عملاق. ينزل فيلموند كيليان، الباك رايت الثاني في فريق مونبلييه، ويخرج لوكاس بيلاس. فيلموند كيليان، فيلموند للاعب رقم 26 بريان مونتي، وينج ليفت، عفوا الباك ليفت، الوينج ليفت لوكاس بيلاس، و ارثر لين المهاجم لاعب الدايره، ورميه جانب بيلاس، وتسديده ارضيه للاعب فيلموند كيليان. فيلموند كيليان لاعب مونبلييه الفرنسي، تسديده صاروخيه، فريق قوي فريق مونبلييه. 10-7 10-7 لمونبلييه الفرنسي. الهجمه مع فويفودينا الصربي، و اسيست رائع، اسيست رائع للاعب رقم 18 الوينج ليفت سيليا الوينج ليفت لاعب فويفودينا الصربي. فريق فويفودينا، وادي استبعاد دقيقتين، استبعاد لمدة دقيقتين للاعب رقم 10 جاكس ميلان، جاكس اللاعب ميلان جاكس اللاعب رقم 10 لاعب فويفودينا الصربي، استبعاد لمدة دقيقتين. ارثر لين المهاجم القوي لمونبلييه، لسكوبي العقل المدبر، هجمة وتسديدة قوية، تسديدة قوية جوه المرمى ما يشوفهاش حارس المرمى فيلموند كيليان لاعب مونبلييه، على يسار حارس المرمى، هجمة مع فويفودينا الصربي اللاعب رقم 18 سيليا، لعزيز رقم 13، تسعتاشر دقيقة 22 ثانية مرت من عمر الشوط الأول، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة الأبطال الدولية الودية اللي بتقام في مدينة دوبوج، اللي بتتشرف قناة الأهلي بنقلها على الهواء مباشرة في وجبة دسمة من وجبات كرة اليد الأوروبية، بطولة قوية. وادي تسديدة، وادي العملاق، العملاق حارس المرمى ريمي ديسبونيه، تسديدة وتصدي، بيرد عليه حارس مرمى فويفودينا لوشان، حارس المرمى لوشان. حراس المرمى يا جماعة بيردوا على بعض ريمي ولوشان، حارس المرمى الصربي لفريق وادي اختراق، وفاول عكسي على سكوبي، مخالفة أربع خطوات على سكوبيستيس السلوفيني السنتر هاف الخطير العقل المدبر لمونبلييه الفرنسي. هجمة مع فويفودينا، عزيز للاعب رقم 24 في الوينج ليفت، ينزل في الهاف، دفاع متقدم، كونان يقطع كونان،
وهجمة هجمة مرتدة لوكاس بيلاس الخطير السريع لوكاس بيلاس يحرز الهدف رقم 12 12 8 لصالح مونبلييه. مونبلييه الفرنسي 12 8 هجمة مع فويفودينا الصربي عزيز اللاعب عزيز رقم 13 ينزل في الهاف وادي الدفاع القوي من مونبلييه ادي كونان كارييه 5-1 دفاع 5-1 بيتقدم وادي يقطع الدايره وهدف هدف هدف بصوره جماليه هدف بصوره جماليه توميتش اللاعب توميتش رقم 9 لاعب فويفودينا 29 عفوا توميتش اللاعب توميتش رقم 29 12 9 هجمة مع مونبلييه فيلمونت كليان لآرثر لين لسكوبي فيلمونت وتسديدة وحراس المرمى بيردوا على بعض مباراة حراس المرمى آخر ثلاث دقايق أو أربع دقايق هي مباراة حراس المرمى تسديدة وتصدي قوي من حارس مرمى فويفودينا الصربي عزيز فويفودينا ومحاولة تسديد وتمريرة تتقطع ورامية حرة رامية حرة للاعب رقم 13 عزيز وادي مستر باتريس كانييه وبيدون ملاحظاته اللي هيقولها للعيبة مونبلييه ما بين الشوطين بطولة ودية فبيجرب جميع اللاعبين وبيكتب ملاحظات أعتقد تم تحقيق الهدف بالنسبة لمونبلييه من الدورة أيضا فريق فويفودينا هجمة سريعة مونبلييه وهدف هدف 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 للاعب رقم 16 يرد عليه لاعب فويفودينا هدف لبريان مونتي يرد عليه برانكو برانكو رقم 9 29 برانكو لاعب فويفودينا الصربي مونتي وتسديدة تسديدة صاروخية صاروخية من بريان مونتي الوينج ليفت اللي بيمتاز بالطول 2 متر و2 وادي كونان المدافع المشاكس مدافع مشاكس وادي الجماهير البوسنية اللي بتشاهد المباراة وبتنتظر رؤية عملاقين من عمالقة كرة اليد على مستوى أفريقيا وعلى مستوى أوروبا النادي الأهلي وبرشلونة في مباراة النهائي اللي هتقام في تمام الساعة 9:15 اللي هتتشرف قناة النادي الأهلي بنقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة 24 دقيقة و40 ثانية 24 دقيقة و40 ثانية على بداية المباراة الشوط الأول ورمية مرمى رمية مرمى لصالح مونبلييه الفرنسي هجمة مع مونبلييه الفرنسي سكوبي بريان مونتي سكوبي ل
فيلمونت، كليا، سكوبي، مونتي، سكوبي، وبيقطع على الدايرة فالنتين بورتي، وتسديدة تسديدة ويلمها يلمها مونتي، مونتي بريان مونتي يلمها وتسديدة ويحرز الهدف رقم 15، 15 10 لصالح مونبلييه الفرنسي. هجمة مع فويفودينا الصربي وتايم اوت، تايم اوت لفريق فويفودينا الصربي. زي ما قلنا لحضراتكم في البداية، فريق فويفودينا الصربي عفوا تأسس النادي في 6 مارس 1914. ملعبه الرئيسي هو ملعب نوفا ساد، اسم الفريق فويفودينا نوفا ساد. أكتر الفرق حصول على الدوري الصربي اللي بدأ مع تأسيس الجمهورية الصربية في 2006. بيتكون الدوري الممتاز الصربي من 12 فريق. فريق فويفودينا هو أكتر الفرق حصولا على بطولة الدوري الصربي، اللي هيشارك في دوري أبطال أوروبا، بطولة بتضم أقوى وأعتى الفرق الأوروبية على جميع المستويات، ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. بطولة قوية وإعداد قوي لجميع الفرق لبداية الموسم للدوريات والبطولات الأفريقية، والاستعداد لبطولة السوبر جلوب، كأس العالم للأندية اللي هتقام في السعودية، اللي هيمثل أفريقيا فيها النادي الأهلي بصفته بطل السوبر الأفريقي، اللي أقيم على صالة النادي الأهلي في 6/7/2023. أدي لوسان حارس المرمى، حارس مرمى قوي. على التسديد فيلمونت كيليا، كيليا كيليان وحارس المرمى، وهدف، هدف 16-10، 16-10 لصالح مونبلييه الفرنسي. فيلمونت كيليا، ادي عزيز وتسديد عزيز في العارضة يلمها لاعب الدايرة، يلمها لاعب الدايرة القوي رقم 33، ورمية 7 أمتار لصالح فويفودينا الصربي. هيتصدى حارس المرمى ريمي ديسبونييه، ادي مروان شريف، يسدد يسدد وخارج المرمى، خارج المرمى لاعب رقم 3 لاعب فويفودينا الصربي. ادي زي ما حضراتكم شايفين تيشيرتات النادي الاهلي منوره مدرجات صاله سوبر نوفا في مدينه دوبوج الفرنسيه. لاعبي النادي الاهلي في لفته جميله قبل المباراه، مباراه مونبلييه، وزعوا تيشيرتات النادي الاهلي على الجماهير في المدرجات. هنشوف النهارده، هنشوف النهارده في المدرجات كتير من الجماهير لابسه تيشيرت النادي الاهلي. نرجع للمباراه، وهجمه لمونبلييه الفرنسي وسكوبي ل الوينج ليفت اللاعب رقم 24 ادريان دوبي، ليفت وينج لاعب مونبلييه الفرنسي اللي بيحرز الهدف رقم 17. هجمه عزيز لاعب فويفودينا الصربي،
بغض النظر عن نتيجة المباراة، رمية 7 أمتار، لكن فريق فويفودينا بيأدي على الأقل في الشوط الأول مباراة على فترات. أدي توميتش رقم 29، توميتش سوناشكو رقم 18 يحرز الهدف. اللاعب سوناشكو و تايم اوت يطلبه المدير الفني باتريس كانييه، المدير الفني لمونبلييه الفرنسي. هنشوف ايه اللي هيتقال وايه اللي هيتعمل بعد التايم اوت. طبعا المباراه 17-11 وباقي 24 ثانية على نهاية الشوط الأول، 24 ثانية. هنشوف بيستغل باتريس كانييه التايم أوت على الرغم من اتساع النتيجة 17-11، ولكن الهدف من هذه المباريات هو تنفيذ تعليمات المدرب وتجربة بعض الألعاب خلال المباريات. وادي دفاع 5-1 من فويفودينا. كونان ينزل على الدايرة، دفاع متقدم 5-1، دفاع قوي، وسكوبي بره واستبعاد لمدة دقيقتين، للاعب رقم 4 دييجو سيموني الهداف الأرجنتيني. ورمية 7 أمتار، دييجو سيموني موقفش 3 متر مخالفة. بص زي ما حضراتكم شايفين لازم يرجع 3 متر، ده المساحة القانونية، دي المساحة القانونية اللي المفروض تكون ما بين اللاعب اللي بينفذ الرمية الحرة والمدافع. استبعاد لمدة دقيقتين للخطير الأرجنتيني دييجو سيموني على تنفيذ سونايكو الوينج ليفت لاعب فويفودينا الصربي. سونايكو، وتنتهي أحداث الشوط الأول أعزائي المشاهدين. أعتقد رمية 7 أمتار، سونايكو هدف 17-12. انتهت أعزائي المشاهدين أحداث الشوط الأول ما بين مونبلييه الفرنسي وفويفودينا الصربي، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الأبطال الدولية. نلتقي مرة أخرى بحضراتكم مع أحداث الشوط الثاني. شكرا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية أعزائي المشاهدين من داخل استوديوهات قناة النادي الأهلي في يوم رياضي ويوم لكرة اليد، وجبة دسمة من فنيات كرة اليد. مباراة المركز الثالث والرابع ما بين مونبلييه الفرنسي وفويفودينا الصربي اللي انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم مونبلييه الفرنسي 17-12. زي ما شفنا حضراتكم الشوط الأولاني فريق فويفودينا أخد الشوط على فترات. مستر باتريس كانييه المدير الفني لمونبلييه بيشارك جميع لاعبيه وبيجرب جميع لاعبيه استعدادا لمباريات
الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا اللي بيتواجد فريق مونبلييه الفرنسي في مجموعة نارية في بطولة أوروبا، معاه في المجموعة ماجدبورغ الألماني حامل اللقب والعملاق المجري فيسبريم وبرشلونة الأسباني وجوج الدنماركي وويسلا بلوك البولندي وبورتو البرتغالي وسيلجي السلوفيني اللي بيشارك في الدورة، جميع الفرق اللي بتشارك في دورة الأبطال الدولية بتشارك في بطولاتها القارية بما فيها النادي الأهلي، آدي الجماهير البوسنية مع بعض. أعزائي المشاهدين نبدأ أحداث الشوط الثاني. زي ما قلنا لحضراتكم في بداية المباراة، احتل مونبلييه الفرنسي وصافة المجموعة الأولى بعد النادي الأهلي بفارق الأهداف، بعد ما كسب سلوجا البوسني 44-20 وتعادل مع النادي الأهلي في مباراة قوية من الفريقين، ثم في اليوم الثالث تغلب على يورو فارم المقدوني 29-26. بالمناسبة يورو فارم المقدوني انتقل ليه اللاعب المصري مصطفى بشير في صفقة انتقال حر، لاعب نادي الزمالك السابق. بدأنا الشوط الثاني 17-12 لصالح مونبلييه الفرنسي، واختراق للاعب فويفودينا اللاعب رقم 6، ادي حارس المرمى الثاني، حارس مرمى مونبلييه الفرنسي تشارلز بولينجر بيلعب مونبلييه، هجمة دودو على الدايرة تتقطع والمرمى خالي، مرمى مونبلييه خالي. بيبدأ مونبلييه الشوط الثاني ناقص لاعب دييجو سيموني، زي ما نفتكر حضراتكم مع نهاية الشوط الأولاني ارتكب مخالفة بعدم الوقوف في المساحة القانونية. دودو لسكوبي فيلمونت كليان، دودو تاني وتسديدة من دودو وتصدي من حارس المرمى التاني، حارس المرمى رقم 1، هجمة وهدف، هدف لبرانكو سونايكو لاعب فويفودينا الصربي يحرز الهدف رقم 14. ادي المصري الموهبة احمد هشام السيد دودو، سكوبي السلوفيني السنتر هاف، دودو فيلمونت لسكوبي لفيلمونت، فيلمونت كليان فالنتين بورتي عفوا الباك رايت، فالنتين بورتي الهدف رقم 18، 18-14 لصالح مونبلييه الفرنسي، هجمة مع فويفودينا الصربي وادي كونان وعلى الدايرة وبيقول الحكم بيقول ما فيهاش حاجة، تشارلز بولينجر هجمة مرتدة كونان ومحاولة اختراق ينزل على الدايرة تتقطع، هجمة مرتدة لفويفودينا الصربي للاعب وهدف، هدف للاعب رقم 24 رادينوفيتش، تمنتاشر خمستاشر
لصالح مونبلييه الفرنسي، دودو لسكوبي، أدريان دوبي، دودو على الدايرة، وهدف، هدف فيرون ناسينوفيتش العملاق، فيرون ناسينوفيتش يحرز الهدف رقم 19، 19 15 لصالح مونبلييه الفرنسي. رمية حرة، ادي العملاق بريان مونتي رقم 26، وادي ادريان في الدفاع، جايه في المقص، ما يشوفهاش تشارلز للاعب رقم 6 لاعب فويفودينا، وفاول عكسي على بريان مونتي، هجمة مع فويفودينا، تسعتاشر ستاشر لصالح مونبلييه الفرنسي، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بنذكر حضراتكم وبنذكر اللي لسه ما شافش المباراة، مباراة فويفودينا الصربي و مونبلييه الفرنسي، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدورة الأبطال الدولية الودية اللي بتقام في صالة سوبر نوفا في دوبوج بالبوسنة، اللي بيحمل لقبها النادي الأهلي وبيشارك فيها للموسم الثاني أو للعام الثاني على التوالي، وبيوصل للنهائي للموسم الثاني على التوالي. آدي الكاسات، كاسات جميع المراكز الأول والثاني والثالث، هجمة مع فويفودينا، ودفاع متقدم من مونبلييه، وهجمة ويتصدى تشارلز بولينجر، وحكم المباراة بيقول رمية 7 أمتار. هل في عقوبة ولا مفيش عقوبة؟ رمية 7 أمتار زي ما شفنا حضراتكم، اللاعب رقم 29 لاعب فويفودينا توميتش، سيليان اللاعب رقم 18، سيليان لاعب فويفودينا، واللي بيتصدى وهدف 19 17. ابتدت تتملي صالة سوبر نوفا استعدادا للمباراة التاريخية ما بين النادي الأهلي وبرشلونة، هجمة مع مونبلييه الفرنسي، دودو لسكوبي لفالنتين بورتي، سكوبي مرة تانية لدودو، ودفاع 6-0 من فويفودينا، وقطع على الدايرة من لاعب رقم 7، وتسديدة من دودو خارج المرمى، هجمة مع فويفودينا الصربي. على فترات فريق فويفودينا بياخد المباراة على فترات، الريتم بيعلى ويرجع ينزل تاني، عزيز اللاعب رقم 13 ل29 توميتش، ويوقف الحكم المباراة، تدخل عنيف ما بين روجان رقم 33 لاعب الدايرة وناسينوفيتش لاعب الدايرة لمونبلييه الفرنسي، وقع الاثنين اللاعبين على الأرض، استدعى حكم المباراة، صبيط الملاعب، ادي العملاق حارس المرمى الثاني تشارلز بولينجر 29 توميتش لاعب، وعزيز اللاعب رقم 13، وإصابة، تدخل قوي من اللاعب كونان كارييه لاعب شرس في الدفاع زي ما حضراتكم شايفين، لاعب شرس في الدفاع لاعب مونبلييه الفرنسي،
ينزل اللاعب بلاعب ألف سلامة، ألف سلامة، لاعب فويفودينا الصربي. تسعتاشر سبعتاشر، تسعتاشر سبعتاشر لصالح مونبلييه الفرنسي. قام بالسلامة، قام بالسلامة عزيز اللاعب رقم 13 لاعب فويفودينا الصربي. عزيز 37 دقيقة 31 ثانية، 37 دقيقة 31 ثانية، يتبقى 13 دقيقة على نهاية المباراة. 19 17 لصالح مونبلييه الفرنسي على فويفودينا الصربي، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. ادي الطاقم الفني لفريق فويفودينا الصربي، وادي اللاعب رقم 13 عزيز اللي خرج، الف سلامة. نبدأ المباراة مرة تانية، وللمرة التانية، للمرة التانية للاعب رقم 17 ميلانكوفيتش، اللاعب ميلانكوفيتش لاعب فويفودينا الصربي. 19 18 لصالح مونبلييه، انخفض، بينخفض المعدل البدني لفريق مونبلييه مع احداث الشوط الثاني، زي ما تابعنا حضراتكم في اغلب مبارياته، وزي ما تابعنا في مباراتنا مونبلييه مع النادي الاهلي اللي ادى النادي الاهلي فيها الشوط الثاني مباراه اقوى من الشوط الاولاني. انخفض الاداء الفني والبدني لفريق مونبلييه، بيعود ذلك بالطبع ل ان احنا لسه في فتره الاعداد، كل الفرق في فتره، في بدايه فتره الاعداد. وهدف، هدف للاعب رقم 28 فالنتين بورتي، واستبعاد لمده دقيقتين للاعب فويفودينا الصربي اللاعب روجان رقم 33، استبعاد لمده دقيقتين. هيلعب فويفودينا الصربي ناقص لاعب لمدة دقيقتين، ميلانكوفيتش رقم 17 ل 87 للاعب رقم 6. هجمة مع فويفودينا، ادي زي ما حضراتكم شايفين كونان، وتسديدة صاروخية، تسديدة ميليتش، اللاعب ميليتش ميلان ميليتش رقم 6 الأشول الباك رايت. وادي تايم اوت، تايم اوت يطلبه المدير الفني باتريس كانييه، مكرر، مكرر على فكره التايم اوت، نفس التايم اوت ده الطلب في مباراه الاهلي مع انخفاض مستوى مباريات المستوى البدني عفوا للاعبي مونبلييه مع بدايه الشوط الثاني، تكررت في أكثر من مناسبة. وادي لاعبي فويفودينا، وادي اللاعب رقم 6 الأشول، وادي كرة الجمالية الثانية، تكررت الكرة دي. وادي دقيقتين، طرد دقيقتين لروجان، إعادة، وادي تسديدة من اللاعب رقم 6. زي ما حضراتكم شايفين تيشيرتات النادي الأهلي بتنور، مدرجات السوبر نوفا في انتظار النهائي. ادي لوكاس بيلاس الخطير السريع الوينج ليفت، فيلمونت كليان لدييجو سيموني الأرجنتيني في الباك ليفت، سنتر هاف فيلمونت كليان ل
فالنتين بورتي، سيموني، واختراق وتسديده في العارضه، في العارضه من فيلمونت كيليان. فيلمونت كيليان ترجع الهجمه وفرصه التعادل لفريق فويفودينا. وادي الجماهير الصربيه البوسنيه اللي بتشجع فريق فويفودينا، مجهود كبير من لاعبي فويفودينا. وادي دفاع متقدم، دفاع 5-1 5-1. وادي اختراق والتعادل، تحلو المباراة، تحلو المباراة. ميليتش، ميلان ميليتش، اللاعب ميلان ميليتش الأشول الباك رايت. وادي تسديدة وتصدي، ميلان ميليتش يحرز هدفين في دقيقتين، يدرك التعادل لفريق فويفودينا. وادي تسديدة من بريان مونتي، يتصدى ليها حارس المرمى، متألق حارس مرمى فريق فويفودينا. حارسي المرمى أدوا الشوط الأولاني. وادي زي ما حضراتكم شايفين ابتدى ريمي ديسبوني حارس المرمى الفرنسي لفريق مونبلييه في التسخين خارج الخطوط، بعد تعادل فريق فويفودينا. وادي اختراق خطير، اللاعب خطير، لاعب رقم 6 ميليتش، لاعب فويفودينا الصربي، لاعب أشول. وادي تسديدة من اللاعب رقم 97 ورمية حرة يحاول يلحقها بريان مونتي، رمية حرة لصالح فويفودينا الصربي. ادي اللاعب رقم 87 اللي سدد سنتر هاف، تسقيط على الدايرة ورمية حرة، دفاع قوي من فالنتين بورتي باك رايت. وادي كونان الخطير جنبه لاعب الدايرة أرثر لين في الدفاع. وادي تسديدة صاروخية من ميليتش، ثلاث أهداف ورا بعض يحرزها ميليتش، يدي التقدم لفريق فويفودينا وتألق لحارس مرمى فريق فويفودينا لوشان، حارس المرمى رقم 1 لوشان المتألق من الشوط الأولاني. واحد وعشرين عشرين لفويفودينا الصربي اللي بيأدي شوط تاني مختلف عن الشوط الأولاني. آدي العملاق حارس المرمى ريمي ديسبونيه بيوجه زمايله في الملعب، وآدي تشجيع من الجماهير اللي في صالة السوبر نوفا في مدينة دوبوج في البوسنة. هجمة مع فريق فويفودينا ويقطع على الدايرة ورمية 7 أمتار على فالنتين بورتي. حلوة المباراة يا جماعة، حلوة المباراة بعد ما انتهى الشوط الأول بتقدم 5 أهداف لفريق مونبلييه الفرنسي، يدرك لاعبي فويفودينا الصربي. وادي استبعاد لمدة دقيقتين لفالنتين بورتي، هيلعب مونبلييه ناقص لاعب لمدة دقيقتين. وادي اللاعب رقم 18 لاعب فويفودينا الصربي يسدد الرمية الجزائية، رمية 7 أمتار، 22-20 لصالح سونايكو. سونايكو اللاعب، سونايكو اللاعب رقم 18 متخصص ضربات الجزاء، سونايكو لاعب فويفودينا الصربي. 22-20 هجمة مع مونبلييه الفرنسي، عوض فريق فويفودينا الصربي الشوط الثاني. وادي هجمة، هجمة سريعة، يرجع الحكم بالكورة، أحرز فريق 43 دقيقة، 43 دقيقة و20 ثانية، 25 ثانية، باقي 16 دقيقة و30 ثانية على نهاية المباراة.
مباراة ممتعة، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. فريق فويفودينا الصربي أمام العملاق الفرنسي، تاني الدوري الفرنسي وأكثر الفرق الفرنسية حصولاً على لقب الدوري. فاول عكسي على فويفودينا الصربي 22-20. اللاعب رقم 87 بيلعب مونبلييه ناقص لاعب، يخرج حارس المرمى، المرمى خالي. ادي باتريس كانييه، صورة بالكربون، الشوط الثاني لمباراة مونبلييه. نحس حضراتكم انها مباراة مكررة من مباراة النادي الاهلي ومونبلييه مع احداث الشوط الثاني. وادي هدف لمونبلييه، أليكسيس بيرثييه الوينج رايت، بأسيست رائع من اللاعب رقم 7 أليكسيس بيرثييه، وهجمة تتقطع، يقطعها لوكاس بيلاس. هجمة، ادي يوقف الحكم دييجو سيموني اللي اشتكى من الكورة، غالبا اللزق في مادة لاصقة بتتحط على ايدين اللاعبين عشان يتحكموا في الكورة. ادي تشارلز بوليزينجر حارس المرمى الثاني لفريق مونبلييه. اثنين حراس مرمى في فريق مونبلييه هم الحراس الاساسيين في منتخب فرنسا، وزي ما شفنا حضراتكم منذ لحظات مساعد باتريس كانييه ديفيد ديجوي. وادي رمية 7 امتار لبريان مونتي على فريق فويفودينا الصربي، على اللاعب رقم 6 ميليتش، اللاعب رقم 6 الخطير ميليتش، لاعب الرايت باك اللي احرز 3 اهداف متتالية في خلال 3 دقائق، أدرك بيهم التقدم لفريق فويفودينا. رمية 7 أمتار فيلمونت وتتصد، حارس المرمى الثاني تورنفيتش، حارس المرمى الثاني لفريق فويفودينا اللي تصدى للرمية الجزائية. رمية 7 أمتار، تألق من حراس المرمى للفريقين على مدار المباراة. زي ما حضراتكم شايفين خلف المرمى بيتوافد الجماهير، وبتتوافد الجماهير اللي بترتدي تيشيرتات النادي الأهلي، اللي قام لاعبي النادي الأهلي في لفتة جميلة قبل مباراة مونبلييه بتوزيع تيشيرتات النادي الأهلي على بعض الحضور من الجماهير البوسنية داخل صالة السوبر نوفا بمدينة ديبوي. وهدف للاعب رقم 4 دييجو سيموني الأرجنتيني الخطير، دييجو سيموني المحترف الأرجنتيني بصفوف مونبلييه الفرنسي. اختراق وعلى يسار حارس المرمى، تعادل 22-22. نرجع تاني لنقطة البداية، فريق مونبلييه الفرنسي أحرز 5 أهداف في خلال الشوط الثاني، أما فريق فويفودينا الصربي أحرز 10 أهداف. تعادل، فريق فويفودينا كسبان لحد دلوقتي الشوط الثاني بفارق 6 أهداف مع إحراز الهدف رقم 23 سيموني دييجو سيموني في السنتر هاف للاعب رقم 6 اللاعب رقم 5 فيلمونت كيليان. رمية حرة لدييجو سيموني على لاعب فويفودينا اللاعب رقم 10. دفاع قوي، ادي امام حضراتكم ارثر لين لاعب الدايره الخطير،
حارس المرمى الصربي اللي تصدى منذ لحظات لرمية 7 أمتار، وادي المدير الفني، مدير الفني لفريق فويفودينا الصربي، فريق مش بطال، فريق كويس بيلعب هاندبول كويس. تمتاز صربيا بالمستوى الفني العالي في الهاندبول. غاب عن بعض فترات الشوط الثاني العقل المدبر لمونبلييه الفرنسي سكوبي ستاس السلوفيني السنتر هاف. شفنا في اكتر من هجمه تيرن اوفر بيتعمل على لاعبي مونبلييه في وجود الخطير سكوبي ستاس القصير المكير السلوفيني السنتر هاف. ما بنشوفش ميس باس من لاعبي مونبلييه، ما بنشوفش تيرن اوفر كتير. ده اللي ادى الى تقدم فريق فويفودينا الصربي. تايم اوت لفريق فويفودينا. بيأدي لاعبي فريق فويفودينا مباراه. ادي اللاعب رقم 33 روجان. شوط تاني مغاير تماما عن الشوط الاولاني لفريق فويفودينا الصربي. ادي تسديده وادي تصدي. متألق حارس المرمى، حارس المرمى الصربي لفريق فويفودينا متألق من الشوط الاولاني، حارس مرمى قوي. بيحاول المدير الفني لفريق فويفودينا الصربي انه يحافظ على التقدم ويحافظ على المستوى اللي وصل للعيبة فويفودينا الصربي في الشوط الثاني، اللي بيتقدموا بفارق 6 أهداف من الشوط الثاني على فريق مونبلييه الفرنسي العملاق الفرنسي. نرجع تاني أعزائي المشاهدين لأحداث المباراة. هجمة مع فريق فويفودينا الصربي 23-22، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة الأبطال الدولية الودية بمدينة دوبوج البوسنية بجمهورية البوسنة والهرسك في مقاطعة سيربيسكا. هجمة مع فويفودينا الصربي. ادي اللاعب الخطير ميليتش رقم 6. تسديدة من ميليتش وبلوك من العملاق كونان. وادي حارس المرمى تشارلز بولينجر بيشتكي اللاعبين من الكورة. فيلمونت كليان الباك رايت الأشول. ادي دييغو سيموني الأرجنتيني هداف الفريق في الموسم الماضي عفوا اللي خلص الدوري برصيد 52 نقطة فريق مونبلييه واحتل المركز الثاني عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الأول بالدوري الفرنسي. لكن مونبلييه هو الفريق الأكثر تتويجا بالدوري الفرنسي. يوقف الحكم المباراة وفي تشاور ما بين الحكمين، حكمي اللقاء، وكارت أحمر كارت أحمر استبعاد نهائي خارج المباراة. تدخل عنيف من اللاعب رقم 19 لاعب مونبلييه الفرنسي آرثر لي. تدخل قوي جدا عنيف لآرثر لي. آرثر لي هيفرق اللاعب ده يا جماعة، هيفرق على الدايرة وهيفرق على
مستوى الدفاع بيغادر اللاعب آرثر لين الحاصل على الكارت الأحمر والاستبعاد النهائي، بيغادر أرضية الملعب وفقا للقانون الدولي لكرة اليد، إن اللاعب اللي بيحصل على كارت أحمر واستبعاد نهائي المباراة ما بيجلس بجوار بمقاعد بدلاء فريقه، ولكن بيغادر ملعب المباراة في المكان المخصص للاعبين المستبعدين من المباراة. 23-23، مباراة ممتعة، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فويفودينا السربي والعملاق الفرنسي مونبلييه، هجمة مع مونبلييه الفرنسي، دييغو سيموني، بريان مونتي لدييغو سيموني، سيموني مرة تانية، بريان مونتي واختراق للاعب رقم 10 لوكاس بيلاس، اختراق من ورمية حرة مخالفة المشي بالكورة أربع أمتار، مخالفة الأربع خطوات بيصفرها الحكم، رمية حرة لصالح مونبلييه. 23-23 وإشارة لعب سلبي وتسديدة وهدف، هدف لبريان مونتي صاروخية. 24-23 ويتقدم مرة أخرى مونبلييه الفرنسي 24-23 24-23 والهجمة مع فويفودينا الصربي، مش بعيدة المباراة، المباراة في الملعب للفرقتين. أدى فريق فويفودينا الشوط الثاني واختراق وتعادل، تعادل للاعب رقم 18 سونايكو، اللاعب رقم 18 الوينج ليف سونايكو. 51 دقيقة و10 ثواني، 9 دقائق على نهاية المباراة. 24-24، هنشاهد حضراتكم 9 دقائق قوية جدا، 9 دقائق من الفرقتين لمحاولة الفوز بالمباراة والحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث. اختراق وتصدي وتصدي تصدي ويلحقها على خط المرمى، يلحقها على خط المرمى حارس المرمى المتألق لوشان، حارس المرمى المتألق حارس مرمى فويفودينا لوشان، سبب من أسباب وصول المباراة إلى النتيجة اللي أمام حضراتكم. وهدف صاروخية، صاروخية من ميليتش. ميليتش كنت فين يا ميليتش الشوط الأولاني، كنت فين يا راجل؟ وبيرد عليه، بيرد عليه، بيرد عليه بريان مونتي. 25-25، قلنا لحضراتكم هنستمتع بآخر 9 دقائق، آخر 9 دقائق مباراة ترتقي إلى مباراة تحديد مركز الثالث والرابع. بطولة قوية يا جماعة، بطولة قوية، رؤية ثاقبة من مستر ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الأهلي إن هو يشارك في دورة قوية زي دورة الأبطال الدولية، بدعم من مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي بقيادة المهندس خالد العوضي اللي بيدعم فريق الهاندبول. ناس كتير قالت لك قبل البطولة وقبل الدورة رايح، الناس رايحة تلعب مباريات قوية جدا، احنا في فترة إعداد. ادي يا جماعة النتيجة، أعتقد تحقق التارجت وتحققت رؤية المدير الفني وتحققت رؤية النادي الأهلي في مشروع فريق كرة اليد اللي بنتمنى الحصول على جميع البطولات إن شاء الله في الموسم 23-24. نرجع للمباراة،
نرجع للمباراة. الخطير ميلتس اختراق، تتقطع الكرة، يقطعها لوكاس بيلاس. لوكاس بيلاس 25-25، الهجمة مع دييجو سيموني لبريان مونتي لفيلمونت كيليان لدييجو سيموني مرة تانية. دييجو سيموني في اللفت، وتسديدة صاروخية على يمين لوشان حارس المرمى السربي. 26-25 لصالح مونبلييه الفرنسي. هجمة مع فويفودينا الصربي، مباراة قوية أداها لاعبي فويفودينا الصربي على مدار الشوط الثاني دفاعا وهجوما. آدي دفاع من مونبلييه، دفاع 5-1. ميلانكوفيتش وهدف الوينج رايت الأشول. ميلانكوفيتش يحرز هدف التعادل، 26-26. وعاوز يلعب بسرعة، لكن لازم يخرج بره بريان مونتي، لازم يخرج بره منطقة التسع أمتار عشان يبقى فيه قانونية لتنفيذ الرمية الحرة. في حالة تنفيذ الرمية الحرة بوجود أحد اللاعبين المهاجمين داخل منطقة التسع أمتار، على حكم المباراة إنه يرجع الرمية الحرة لأنها بتعتبر مخالفة. نرجع للمباراة والهجمة الخطيرة، الهجمة المهمة، سيموني ودفاع قوي وتسديدة قوية وهدف. تخبط وتخش فيلمونت كيليان، ما يلحقهاش لوشان. تخبط في اللاعب رقم 33 روجان لاعب فويفودينا السربي. 27-26 لصالح مونبلييه الفرنسي. مباراة شيقة يا جماعة، آخر دقائق المباراة. 27-26 لمونبلييه، وهجمة مع فيفودينا السربي، وتسقيط على الدايرة، وهدف هدف التعادل. روجان لاعب الدايرة القوي الخطير، روجان يحرز هدف التعادل. وهجمة سريعة وتقدم مرة أخرى لمونبلييه الفرنسي للاعب رقم 28 الباك رايت فالنتين بورتي. 55 دقيقة و44 ثانية يتبقى 4 دقائق و26 ثانية على نهاية المباراة. آدي لوشان حارس المرمى العملاق اللي تصدى لأكثر من كرة وأكثر من تسديدة، واللي كان سبب من أسباب تقدم فريق فويفودينا وإدراكه للتعادل مع لاعب الفريق اللاعب رقم 6 ميلتش وتوميتش وميلانكوفيتش ولاعب الدائرة الخطير روجان والوينج ليفت سونايكو. تسديدة ورمية حرة، رمية حرة على لوكاس بيلاس. 28-28 يوقف الحكم المباراة، يوقف التايم. آدي تيشيرتات النادي الأهلي اللي منورة مدرجات السوبر نوفا. رمية حرة لفويفودينا الصربي. 28-27 جلوبوفيتش رقم 61 هجمة مع فويفودينا، محاولة إدراك التعادل ودفاع قوي من لوكاس بيلاس لاعب مونبلييه الوينج ليفت.
محاولة وادي كونان 5-1، دفاع 5-1، يطلع وادي تسديدة ورمية مرمى، تسديدة من اللاعب رقم 17 ميلانكوفيتش لاعب فويفودينا الصربي على يسار حارس المرمى العملاق ريميدي سبونيه، رمية مرمى، هجمة مع مونبلييه الفرنسي 28-27. أهم هجمة، هجمة المباراة يا جماعة دي، هجمة المباراة، هجمة المباراة، واختراق وتصدي، تصدي، رمية حرة، اختراق من بريان مونتي الباك ليفت، الباك ليفت، تايم اوت، تايم اوت، يطلبه باتريس كانييه ومساعده ديفيد دي جوي، ادي ريميه ديسبونيه حارس المرمى وباتريس كانييه المدير الفني لفريق مونبلييه الفرنسي، هجمة مهمة، هجمة المباراة، تقدم لمونبلييه الفرنسي على فريق فويفودينا الصربي الفريق المكافح اللي قدر فريق فويفودينا يعوض فارق 5 أهداف بتألق حارس المرمى لوشان واللاعب رقم 6 الباك رايت ميليتش واللاعب توميتش وميلانكوفيتش الباك ليفت رقم 17. تايم اوت، هنشوف مع حضراتكم هيستفيد فريق مونبلييه من التايم اوت ولا مش هيستفيد من التايم اوت، وهيقدر فويفودينا انه يتعادل او مش هيقدر يتعادل، او هتنتهي المباراه بتقدم لفريق مونبلييه. هجمه مهمه وتايم اوت، هنشوف قال ايه مستر باتريس كانييه وايه اللي هيتنفذ على ارض الملعب. دفاع 5-1 من فويفودينا الصربي، ادي بريان مونتي واختراق من بريان مونتي وتصدي ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار، دفاع من داخل ال6 أمتار دفاع، ويخرج لوشان وينزل حارس المرمى البديل اللي نزل في آخر رمية 7 أمتار وتصدى ليها 28-27 لصالح مونبلييه الفرنسي، وادي حارس المرمى الثاني اللي تصدى لاخر رميه جزائيه، وادي المتخصص لوكاس بيلاس متخصص الرميات الجزائيه، لوكاس بيلاس الخطير السريع، وادي حارس المرمى البديل اللي تصدى لاخر رميه جزائيه، ونشوف هيكررها ما يكررهاش. خطير لوكاس بيلاس يحرز الهدف رقم 29 لصالح مونبلييه الفرنسي. لسه المباراة فيها، فريق فويفودينا الصربي مش الفريق السهل اللي هو هيسلم للمباراة. توميتش اللاعب رقم 29 توميتش، تسقيط على الدايرة ورمية 7 أمتار للاعب رقم 33 روجان، واستبعاد لمدة دقيقتين، استبعاد لمدة دقيقتين لفيرون ناسينوفيتش، فيرون ناسينوفيتش استبعاد لمدة دقيقتين، هيأثر هذا اللاعب في الدفاع. رمية 7 أمتار مع استبعاد اللاعب رقم 19 آرثر لين للاستبعاد النهائي، ويحرز الهدف 29-28 سونايكو، خطير اللاعب سونايكو، لاعب خطير، وينج ليفت سريع، أحرز 6 أهداف على مدار الشوط الثاني. هجمة مع مونبلييه الفرنسي، المرمى مونبلييه الفرنسي خالي لتعويض النقص العددي في الهجوم. هجمة وتسديدة في العارضة يلمها لوشان، رمية جانب، 59 دقيقة و10 ثواني 50 ثانية
50 ثانية أعزائي المشاهدين، مباراة ممتعة وتايم أوت. تايم أوت يطلبه المدير الفني لفريق فويفودينا الصربي لمحاولة إدراك التعادل والرجوع للمباراة. 29-28 لصالح مونبلييه الفرنسي. مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة الأبطال الدولية الودية لكرة اليد، بطولة عريقة بتقام على صالة السوبر نوفا بمدينة دوبوج البوسنية بجمهورية البوسنة والهرسك. تايم اوت لمحاولة إدراك التعادل، هنشوف ايه اللي هيتنفذ من لاعبي فويفودينا اللي قدروا في الشوط الثاني ان هم يقدموا مباراة قوية يعوضوا فارق الخمس اهداف. يعني يا جماعة فريق فويفودينا الشوط الثاني حتى هذه اللحظات هو متقدم على فريق مونبلييه الفرنسي خلال احداث الشوط الثاني باربع اهداف. رمية حرة ونرجع للمباراة. 50 ثانية، 50 ثانية مهمة لفريق فويفودينا. مباراة تاريخية، مباراة تاريخية. ادي اللاعب رقم 6 وتدخل عنيف، تدخل عنيف، تدخل عنيف من لوكاس بيلاس واستبعاد لمدة دقيقتين. هيلعب مونبلييه ناقص 2 لعيبة. لوكاس بيلاس اللي اخد استبعاد لمدة دقيقتين، وقبله كان اللاعب رقم 26 بريان مونتي. 4 لاعبين. هجمة، هجمة وتعادل. التعادل. ميلانكوفيتش، ميلانكوفيتش الوينج رايت رقم 17 يحرز التعادل. تعادل أعزائي المشاهدين. آخر ثواني المباراة، آخر ثواني المباراة. هجمة مع مونبلييه ودفاع متقدم على خط التسعة من لاعبي فويفودينا الصربي، ومحاولة اختراق وتسقيط على الدايرة، ورمية حرة، رمية حرة، رمية حرة للاعب رقم 28 فالنتين بورتي. تنتهي أعزائي المشاهدين أحداث المباراة، تنتهي، انتهت أحداث المباراة، انتهت، انتهت أعزائي المشاهدين أحداث المباراة بالتعادل. آخر رمية حرة، آخر رمية حرة لمونبلييه الفرنسي. هل هتكون رمية حرة تاريخية؟ ما تتصد، هنذهب. تنتهي المباراة أعزائي المشاهدين بالتعادل 29-29. لابد من فائز، لابد من فائز بهذه المباراة. ووفقا ل ووفقا لنظام البطولة ونظام الدورة، في حالة التعادل هيتم لجوء الفريقين إلى رميات السبع أمتار، رميات سبع أمتار. مفيش وقت إضافي. 29-29 فريق فويفودينا الصربي يفوز على مونبلييه الفرنسي خلال أحداث الشوط الثاني بخمس أهداف بتألق من حارس المرمى لوشان. أدي حارس المرمى حضراتكم لوشان اللي تصدى لأكثر من تسديدة قوية مع تألق للاعبي، لاعبي فويفودينا الصربي اللاعب رقم 6 ميليتش، واللاعب رقم 33 روجان، واللاعب جلوبو بيتش، وسونايكو رقم 18، ورادينوفيتش رقم 24، واللاعب رقم 13 عزيز اللي خرج مصاب حضراتكم في أحداث الشوط الثاني بتدخل عنيف من المدافع الأسمر لفريق مونبلييه كونان. وادي إعادة للتسديدات والتصديات لحارس المرمى لوشان. هنذهب أعزائي المشاهدين إلى
رميات السبع أمتار ما بين الفريقين، لابد من فائز، لابد من فائز. مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ما بين العملاق الفرنسي مونبلييه الفرنسي و فويفودينا الصربي، أكثر الفرق الصربية حصولا على بطولة الدوري الممتاز الصربي، مع أكثر الفرق الفرنسية حصولا على بطولة الدوري في دورة الأبطال اللي بتنقلها لكم على الهواء مباشرة قناة الأهلي بمشاركة النادي الأهلي، اللي هنشاهد حضراتكم المباراة النهائية، المباراة التاريخية النهائية ما بين النادي الأهلي والعملاق الكتالوني برشلونة. نبدأ حضراتكم، رميات السبع أمتار وليست رميات الجزاء، رميات السبع أمتار لتحديد الفائز بالمباراة والحاصل على المركز الثالث. سكوبي ستاس السلوفيني يحرز الرمية الأولى، يحرز الرمية الأولى المونبلييه. سكوبي ستاس السلوفيني لاعب السنتر هاف الخطير اللي قعد كتير خلال أحداث الشوط الثاني، وكان غيابه ليه تأثير كبير على المستوى الفني لفريق مونبلييه. سونايكو الخطير لاعب فويفودينا، ويحرز، يحرز سونايكو، يحرز سونايكو لاعب خطير وسريع الوينج ليفت الصربي سونايكو. الرمية الجزائية، رمية السبع أمتار عفوا الثانية لفريق مونبلييه. فالنتين، فالنتين بورتي الباك رايت يحرز الرمية الثانية، يحرز الرمية الثانية فالنتين بورتي. توميتش، توميتش رقم 29، 2-1 في رميات السبع أمتار لصالح مونبلييه الفرنسي. آدي توميتش، مباراة عظيمة أداها هذا اللاعب يا جماعة. توميتش، 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 ويحرز توميتش، يحرز توميتش الهدف التالي، يحرز الرمية السبع أمتار التانية. 2-2، 2-2. هنشوف مونبلييه الفرنسي مين اللي على التسديد. اللاعب رقم 5 فيلمونت كيليان الباك ليفت، الباك ليفت، ويسدد ويحرز، يحرز الرمية الثالثة فيلمونت كيليان. 3-2 لصالح مونبلييه، 3-2 لمونبلييه الفرنسي. ادي يخرج حارس المرمى ريمي ديسبونييه، وينزل حارس المرمى تشارلز بولينكر على التسديد. اللاعب رقم 3 مروان شريف، ويحرز مروان، يحرز اللاعب رقم 3 احمد هشام دودو المصري المحترف. دودو يحرز، دودو الرمية الجزائية، رمية السبع أمتار عفوا، قلنا رميات سبع أمتار ليس رميات جزائية. 4-3، 4-3 لصالح مونبلييه على التسديد. اللاعب رقم 87 سنتر هاف، ويسدد ويحرز، يحرز، يحرز اللاعب رقم 87 السنتر هاف، سنتر هاف لاعب فويفودينا الصربي. 4-4، مباراة ممتعة يا جماعة، امتلأت المدرجات في السوبر نوفا عن آخرها استعدادا للمباراة التاريخية. نرجع للمباراة، ويحرز، يحرز دييجو سيموني الأرجنتيني، دييجو سيموني الرمية الأخيرة الخامسة لمونبلييه، 5 من 5 على التسديد. لاعب الدايرة
روجان 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 لاعب روجان ويسدد روجان ويحرز 5-5. رامية لرامية، هنلجأ لرامية الرامية لكل فريق. الفريقين أحرز 5 رميات من 5 رميات. تعادل تعادل. ادي الجماهير اللي بتشاهد المباراة، ادي حارس المرمى البديل رقم 16 اللي تسدى لرمية جزائية. هنعيد تاني سكوبي سكوبي ستاس، ويتصدى يتصدى حارس المرمى البديل. قلنا لحضراتكم حارس المرمى ده حارس مرمى كويس ومش تصدى لرامية خلال أحداث المباراة، بيدفع بيه المدير الفني، يتصدى لرامية لرامية رامية السبع أمتار الستة لفريق مونبلييه. على التسديد اللاعب رقم 18 سيليا اللي يهدرها ويتصدى ليها حارس المرمى تشارلز، حارس المرمى الفرنسي. رامية تاني لرامية، 5-5. مباراة ممتعة. فيلمونت كيليان الباك ليفت القوي، فيلمونت كيليان ويسدد ويحرز فيلمونت كيليان. فيلمونت كيليان 6-5 في رميات السبع أمتار. الرمية السبعة الرمية السبعة توميتش توميتش وتشارلز توميتش توميتش ويحرز توميتش. توميتش يحرز توميتش. وادي دودو الرمية التامنة، ماراثون دودو ويحرز دودو يحرز دودو 7-6. بيشاور دودو على راسه، بيشاور دودو 7-6 لصالح مونبلييه الفرنسي. مباراة ماراثونية، ماراثون من رميات السبع أمتار. وادي اللاعب رقم 3 يحرز، فوركابيتش فوركابيتش اللاعب رقم 3 يحرز. تعادل 7-7. الرمية التاسعة دييغو سيمونيه الخطير الأرجنتيني، دييغو سيمونيه دييغو سيمونيه ويحرز على يمين حارس المرمى لوشا. دييغو سيمونيه 8-7 في رميات السبع أمتار. ماراثون رميات سبع أمتار. وادي السنتر هاف 37 ويحرز اللاعب يحرز اللاعب السنتر هاف رقم 87 الهدف رقم 8 8 8. فالنتين بورتي فالنتين بورتي الأشول الباك رايت في العارضة في العارضة. فرصة 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 لفويفودينا الصربي، فرصة فويفودينا الصربي الحصول على المركز الثالث. اللاعب رقم 33 روجان روجان ويسدد ويتصدى يتصدى حارس المرمى تشارلز بولينجر حارس المرمى الثاني العملاق، يتصدى لرمية روجان. تعادل مرة ثانية مرة ثانية نرجع للتعادل. ماراثون رميات سبع أمتار بعد ماراثون التعادل خلال المباراة. مباراة ممتعة يا جماعة، مباراة المركز الثالث والرابع لا تختلف عن مباراة النهائي. مباراة ممتعة ما بين عملاقين من عمالقة كرة اليد في أوروبا
أكثر الفرق حصولاً على بطولات الدوري الممتاز في فرنسا وفي صربيا مونبلييه وفويفودينا، فويفودينا نوفا ساد، أدي فيلمونت كليان، فيلمونت ويحرز، يحرز فيلمونت كليان الهدف رقم 9 على التنفيذ. توميتش الخطير، توميتش ويحرز توميتش لاعب متميز، اللاعب رقم 29 توميتش، لاعب الوينج ليفت، رمية 7 أمتار لدودو مرة تانية، أحمد هشام السيد دودو، ماراثون دودو ويحرز دودو، يحرز دودو الهدف رقم 10. 12 رمية 7 أمتار لكل فريق، ماراثون من رميات السبع أمتار. وادي حارس المرمى شارلز بولينجر، وادي ويحرز اللاعب فوركوبيتش، اللاعب رقم 3 فيركوبيتش. هنشوف مين اللي داخل، سكوبي اللي ضيع سكوبي الرمية السابقة، آخر رمية ضيعها سكوبي، تاني هيضيع تاني ويضيع تاني، يضيع تاني، مش يومه سكوبي. سكوبي خارج المباراة، خارج حدود المباراة. المدير الفني باتريس كانييه قعد سكوبي فترات كبيرة خلال الشوط الثاني. وادي يفوز فويفودينا الصربي، يفوز فويفودينا الصربي بالمركز الثالث لدورة الأبطال الدولية بعد الفوز برميات السبع أمتار على العملاق مونبلييه الفرنسي. يحرز المركز الثالث. بعد قليل أعزائي المشاهدين تابعونا واستوديو تحليلي متميز من الكابتن هيثم السعيد وضيوفه للتحليل لمباراة نهائي دورة الأبطال الدولية ما بين النادي الأهلي عملاق أفريقيا بطل السوبر الأفريقي وبرشلونة الأسباني بطل أوروبا وبطل الدوري الأسباني. شكرا أعزائي المشاهدين، استمتعنا مع حضراتكم بهذه المباراة، على أمل أن نلقاكم بعد قليل في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وبرشلونة. وننتقل أعزائي المشاهدين إلى الزميل هيثم السعيد وضيوف